يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى غروب المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كما رسول. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة: دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل لصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر. هذه ثلاثة أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا في الحضر لغسق الحرم، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقف. لذلك استمر الرسول صلاة الله وسلامه عليه يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة بغير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له: يا أبا العباس، ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذن قيل له: لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يغسل بين الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.